السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون التعبير والإنشاء، الحصة الثانية، التفسير والتوسيع. أنشطة التطبيق. نص الموضوع: يتصدق الناس على المحتاجين بهدف التقرب إلى الله وفعل الخير وتزكية النفس من داء البخل. أفسر الموقف الاجتماعي وأوسعه ملتزما بالمراحل التي تعرفتها. التصدق على المحتاجين قيمة اجتماعية وروحية. التصدق على المحتاجين يعتبر من الأعمال العظيمة التي تجمع بين التقرب إلى الله وفعل الخير وتزكية النفس من داء البخل. هذا السلوك يعكس قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية، حيث يسهم الأفراد في دعم بعضهم البعض وتحقيق التوازن الاجتماعي. إن مساعدة المحتاجين ليست مجرد عمل فردي، بل هي عبادة تساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدلا. الصدقة تعد وسيلة فعالة لتطهير النفس من الشح والبخل وتعزيز روح العطاء والكرم بين الناس. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبة الآية 103. هذه الآية توضح أن الصدقة ليست فقط لمساعدة المحتاجين، بل هي أيضا طريقة لتزكية النفس وتطهيرها من الأنانية والطمع. ومن هنا فإن التصدق ينعكس إيجابا على نفس المتصدق قبل أن ينعكس على المحتاجين. إلى جانب ذلك، يعتبر التصدق على المحتاجين وسيلة فعالة لتعزيز التكافل الاجتماعي. عندما يتصدق الأفراد فإنهم يساهمون في سد احتياجات الفقراء وتحسين حياتهم، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويقلل من الفقر وعدم المساواة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبرز أهمية التعاطف بين أفراد المجتمع، والصدقة هي تعبير ملموس عن هذا التعاطف والمساندة. التصدق لا يعود بالنفع فقط على المتلقي، بل يشعر المتصدق بالرضا والسعادة النفسية. فقد أظهرت الدراسات أن العطاء يعزز الشعور بالسعادة ويقلل من التوتر والقلق، مما يجعل الصدقة ليست فقط وسيلة لمساعدة الآخرين، بل أيضا وسيلة لتحقيق السكينة النفسية. ومع ذلك، يواجه المجتمع تحديات في نشر ثقافة التصدق، مثل الشح والخوف من نقص المال أو قلة الوعي بأهمية الصدقة. لذا يتطلب الأمر دورا كبيرا من التعليم والتوعية لتعزيز هذه القيم النبيلة وتشجيع الأفراد على العطاء. في الختام، التصدق على المحتاجين هو أكثر من مجرد فعل خيري، إنه عبادة تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتزكية النفس وبناء مجتمع يسوده العدل والرحمة. إنه يعكس جوهر التعاليم الإسلامية التي تدعو إلى العطاء والتضامن بين الناس، مما يؤدي إلى خلق بيئة تشجع على الخير والإحسان.